السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صمم أي شيء بسهولة في كانفا. كانفا موقع جميل جدا وبسيط، وفي حاجات كتير جدا تقدر تعملها. تقدر تعمل صور، تقدر تعمل بانر، تقدر تعمل اللوجو بتاعك، تقدر تعمل فيديو، تقدر تعمل باوربوينت، تقدر تعمل موقع. ففي حاجات كتير جدا لدرجة إن في شركات بتعتمد عليه، يعني هم مش مسطبين فوتوشوب ولا حاجة، مشغلين عليه وبيطلع لك كل حاجة أنت عايزها. تعال نشوف أمثلة الحاجات اللي ممكن نعملها. مثلا في حاجات خاصة بالمكتب والأعمال، زي السي في، زي بطاقة العمل، إن أنت مثلا تعمل كارت باسمك، بطاقات الهوية، ملفات أعمال، الليتر هيد، السوشيال ميديا، صور ومقاطع الفيديو، إن أنت تعمل تصاميم. بتلاقي حاجات جاهزة وتقدر إن أنت تستخدمها على طول. لكن مع معلومة كده سريعة، ما ينفعش تاخدها زي ما هي من غير ما تغير فيها أي حاجة خالص وتعرضها على العميل أو تقول إن ده شغلك. ده مخالف لقواعد الموقع ومخالف لقواعد الشرع. يعني صح ان انت تعدل فيها، تعدل الفونت، تعدل صوره، تعدل الكلام المكتوب. ما ينفعش تاخد كوبي بيست وخلاص، لا، ممكن تخش تعمل تعديل، تحط البصمه بتاعتك. انت كده بتنسب حاجه مش تبعك ليك انت، تمام؟ فلازم تخش تعدل. طيب تعال نشوف مثال. عندك هنا مثلا حاجات تعليم، شهادات، تقارير مدرسيه، جداول الحصص، كلها حاجات جاهزة. في فيديوهات إضاحية تشرح للطلبة، خطط للدروس. طيب تعال نشوف خطط للدروس، نختار كده حاجة عشوائية. يمكن اللي فات أنا شرحته قبل كده، لكن دي جديدة بالنسبة لي. هقول له انشئ خطة دراسية. هيبدأ بقى يفتح لي مساحة العمل اللي نقدر إن احنا نصمم من خلالها. والجزء اللي هو في الشمال دوت ده جزء ثابت، يعني في أي حاجة أنت تفتحها هتلاقي جزء ثابت. فبيقول لك بقى إيه، ابدأ اكتب. ده مقولة حلوة، فانت ممكن تكتب انت بقى زي ما انت عايز. تقدر تسحب صورة وتحطها مثلا اهي، تقدر انت تكبر فيها زي ما انت عايز، تمام؟ لو عايز تحط واحد تانية تقدر انت تسحب. عندك هنا تولز كتيرة جدا، في حاجات تمبليت جاهزة، تمام؟ تقدر تشوف اي حاجة انت عايزها. هنا ممكن تقول له انا عايز باك جراوند معينة، عايز دوكومنت تمبليت، فيجيب لك حاجات زي كده تبدأ انت تكتبها وتعدل فيها. يعني انت اخترت مثلا ديت، بيقول لك ريبليس، او انت ممكن تعمل صفحة جديدة وتحط فيها الملف الجديد بالنسبة لك، تمام؟ خلينا نقول له ريبليس، ماشي. وتبدأ بقى تملأ الداتا اللي موجودة، تمام؟ تخليها بالعربي، تعدل فيها الأرقام دي، تعدل فيها براحتك زي ما أنت عايز. أي الأرقام مثلا 26 خليها 12، تلاقي الكيرف كله اتحرك معاك بالشكل دوت. تقدر تاخد الداتا من ملف اكسل أو سي اس في أو تي سي في، أو تخش على جوجل شيت تربطه بيه تاخد البيانات اللي أنت عايزها. تقدر تكتب هنا بالعربي لو أنت عايز. فجميل جدا، يعني في شويه اختراعات حلوه. عايز تعمل ابلود لاي ملف تقدر، عايز تشوف المشاريع اللي موجوده برضو ممكنه. في ابس دي مش انا كنت عملت عليها، لان كانفا يعتبر اكتر حاجه بالنسبه لي سهله، او يعني اونلاين ومش محتاج ان انا اسطب حاجه على اي جهاز كده، عايز فاضي اروح فاتحه واشتغل عليه شويه، تمام؟ كل دي تطبيقات تقدر توفر عليك وقت. بالك كرييت بتدي له كميه كبيره من الداتا ويبدا ان هو يحطها لك، ترجمة، فيديوهات، وهكذا. فتلاقي إمكانيات حلوة جدا في قلب كانفا. فعشان كده كانفا بالنسبة لي موقع المفضل، لأن أكتر من حاجة بتقدر تعملها عليه. فبالتوفيق إن شاء الله.